صباح الخير، ازيك يا ميدي؟ دلوقتي الساعة 6:30 وأنا بجهز عشان أروح الجامعة، فخليكم معايا عشان تسمعوا بقية التفاصيل. ازيكم؟ الساعة دلوقتي 7 بتوقيت القاهرة، معاكم زياد حلمي ورجعنا معاكم من جديد في فلوج جديد. الفلوج بتاع النهاردة هيكون مختلف شوية، كوني بقالي فترة كتير قوي موقف فلوجز وكده عشان الثانوية العامة وكده، بس خليكم معايا أحكي لكم كل التفاصيل بعد شوية. في ورق لازم اسلمه في الادميشن وكده، فعشان كده انا جيت النهارده، وبرضه اديك تور كده في الجامعه، وهيكون في فلوج لايك اول يوم ليا في الجامعه. تمام. والناس اللي بتسال، اكيد في ناس كتير منكم يسالوا انت دخلت كليه ايه وكده. انا سافر لسه مخلص ثانويه عامه، والسنه دي اتقبلت في جامعه الجلاله طب اسنان، وان شاء الله هبتدي دراسه في شهر 10 كده. فانا قلت اوريكم الجامعه كده معايا، ويكون في فلوجز كتير الفتره الجايه، فخليكم معايا. قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان في فلوجز كتير وحاجات كتير جايه الفتره الجايه، فعشان تكون تتابع كل حاجه اول باول. ويلا بينا عشان تشوفوا الجامعه. ازيكم؟ زي ما انتم شفتوا معايا النهارده وريتكم الجامعه، لايك سو شورت تريب، بس المره الجايه ان شاء الله يعني هكون في اورينتيشن داي الاسبوع الجاي، ممكن ان شاء الله تكونوا معايا. هوريكم الجامعه اكتر والسكشنز في كل يعني في الكليه بتاعتي اللي انتهت فيديو النهارده. كنت حابب بس اقول حاجه، السنه اللي فاتت انا اشتغلت بدات شويه، بعدين حصلت معايا ظروف في الثانويه العامه وكده، اضطريت ان انا اي ونت تو فوكس ان ماي سكول اكتر من اي حاجه ثانيه. فانا كنت مركز على المدرسه اكتر حاجه، وبعدت عن اليوتيوب خالص والفلوجز. بس دلوقتي بما اني خلصت كل حاجه، قررت ان انا ارجع اعمل فيديوهات من اول وجديد. ان شاء الله ابتديت النهارده اول فلوج من السلسله الجديده، هعمل معاكم فلوجز بقى ايامي في الجامعه، الدراسه، فيرست داي ان سكول، لايك هعمل فلوجز في كل حاجه ان شاء الله. وهيكون في فلوجز ثانيه ان انا هعمل تورز في ايجيبت، لايك في اماكن يعني الناس ممكن تعمل ايه في ايجيبت، تخرج تروح تعمل ايه في كايرو، يعني هنلف القاهره ونلف مصر كلها مع بعض وتشوف كل حاجه معايا. اللي ما يعرفش جامعه الجلاله، جامعه الجلاله دي في مدينه الجلاله، هي مدينه جديده في جنب العين السخنه، يعني اللي يعرف العين السخنه هي جنب العين السخنه على طول. فانا جت اكسبت ان ذس يونيفرستي، وما شاء الله يعني الجامعه لسه جديده، يعني فتحت 2020، انا يعتبر تاني دفعه في طب اسنان دلوقتي. وان شاء الله الفتره الجايه هعمل فيديو احكي لكم فيه اكتر عن الجامعه، كل التفاصيل اللي ممكن تعرفوها، والطلبه اللي داخلين على ثالثه ثانوي هديهم نصايح ازاي ينظم وقته والحاجات دي كلها، واعمل لكم واديك كل الحاجات عشان الجامعات. يعني انا السنه دي اي ليتلي رحت كل الجامعات بتاعت مصر، سالت على التقديم وكل حاجه، فان شاء الله اكون مع كل الطلبه اساعدهم في كل حاجه. كمان في ناس كتير طلبوا مني ان انا اعمل فيديوز بالانجلش، تمام، يعني الفلوجز اعملها بالانجلش، فانا كنت حابب اخد رايكم في الموضوع ده. في مثلا انا هعمل فلوجز عن اماكن سياحيه في مصر وكده، هل تحبوا ان انا مثلا اعمل فلوجز دي بالانجلش؟ ولو في فيديوهات تانية عن الجامعه او التقديم او الحاجات دي اللي بتختص الطلبه اللي هم الناس اللي في مصر او المصريين، ممكن اعملها بالعربي. فقولوا لي لو حابين تعملوا فلوجز اعمل فلوجز بالانجلش، تمام، I'm okay with it. لو عايزينها بالعربي تمام، بس كل واحد يقول رايه، اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتس وهرد على كل واحد فيكم. بس يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، الفيديو قصير شويه بس ان شاء الله بوعدكم ان في فيديوهات اكتر تبقى احسن الفتره الجايه. بس اهم حاجه لو عجبك الفيديو تنسيش تدوس لايك وسبسكرايب للشانل عشان في فيديوهات كتير جايه وعشان عايزكم تشوفوها وان شاء الله تعجبكم. ولو في اي حاجه وفي اي اراء اكتبوا لي تحت في الكومنتس.
مع السلامة.